فعل بدني؟ سبحان الله. يا ريت تقيموا هالوساوس من عقلكم، يا ريت من عقلك ومن عقل سهيلة. بشير اليوم حكى معي. ايه؟ بشو حكى؟ الولد عم يقول ما في هيك شيء. ايه طبعا هيك بده يقول، هلا انت من عقلك صدقته؟ افهمي، الولد قلعها للمرة من غرفته، بجوز سهيلة مرقت وشافتها بهاللحظة. الولد حلف لي بالله انه ما صار هيك شيء بنوب بنوب. انا ما بفهم ذنبه على جنبه. شوفي بشير كتير زعلان منكن لأنكن هيك عم تفكروا فيه. حقه، خلصونا وسكروا هالموضوع، حاجتكن عم تفتقوا وتعيدوا بهالقصة. عيب، إذا بتضغطوا على الولد أكيد رح يجن جنانه، والله ما رح يضل حدا بهالبيت ما رح يعرف. يعني إذا قال بشير ما صار معناتها ما صار. هلأ بدنا نصدقه للولد ولا بدنا نصدق كاتيا خانم؟ جاوبيني. بتفهميها هالكلام منيح لسهيلة بلا ما تدخنها. ماشي رح قلها. يلا تصبح على خير. يلا دقيقة. لك دقيقة، شو صار لك ساعة؟ أكيد عم تعمل هالشي قصدهم. شوفي سهيلة، كاتيا خانم جوا بالحمام وما عم تطلع. استني شوي عيبي. عم تدهن حالها بالكريم مثل فيروز خانم، ما بيصير هيك، أنا لازم فوت على الحمام. ها أخيرا. تصبحي على خير. هذا اللي لابسته هو نفسه؟ ايه نعم، قال فيروز خانم ملت منه. نحنا ما قلنا لك حتى ما تتضايقي، لبسته هداك اليوم واجت على غرفتنا، صارت تعمل عرض فيه قدامنا. فيروز خانم عطتها اياه لانه فهمت يلي صار، ما ملت منه. لا تقوليها. شفتي هي هلا علمت علينا، يعني بسببكن انا. اف، يلا تصبحي على خير. اوعي تسأليها شو القصة لكاتيا، خلي هالقصة تخلص. طبعا ماشي؟ اكيد. Thank you.
Thank you.